الرواية. جائزة البوكر العربي أعلنوا عن الشورت ليست أو القائمة القصيرة. وفي القائمة القصيرة لقينا إنه إحنا عندنا 3 كاتبات وثلاثة كتاب من 6 بلدان عربية، من بينهم رواية أيام الشمس المشرقة للكاتبة المصرية دكتورة ميرال الطحاوي. أهلا بك دكتور ميرال. اهلا يا يوسف، ازيك؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ مصر حلوه، وبتقول مصر هتنور ببناتها واولادها يجوا يشرفوا يعدوا يزوروا زياره كده. الله يبارك فيك. الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، ربنا يخليك يا رب. الروايه دي انا اشوفها روايه حلوه قوي، فمبروك اولا على انها في الشورت ليست، ويا رب تاخدي الجائزه السنه دي. بس يا رب يا يوسف، يا رب ان شاء الله قدها وقدود، يعني قدها وقدود ان شاء الله. لكن انا هنا هسال، الروايه فيها قتامه ليه؟ الغربه وحشه، يعني هي عن الحياه في ظل حياه اللاجئين والاغتراب عن الوطن ومحاولات اللجوء، فهي بتدور في مدينه معتمه شويه، وللتناقض اسمها مدينه الشمس المشرقه. بس الاعتام كايم على مساله فكره الانكسار، فكره ممكن تعتبر احيانا عدم التحقق، ومش لازم التحقق الذاتي لكن تحقيق الحلم او الطموح او الامل ممكن، او عدم تحقيق التصورات. بتبدا الروايه بالانتحار يعني بالموت، فانا عارفه اللي هو تعبت، انا اتخضيت، اللي هو ليه كل ده؟ هو في طبعا احلام مشرقه كثيره عن الهجره، والناس احيانا بتتصور ان هي تجربه سهله، وربما الجيوش من اللاجئين واللي بيعبروا المتوسط ومتسللين لامريكا بيعتقدوا ان هي بالفعل ارض الاحلام، للاسف مش ده الحقيقه. والحياه في ظل فقدان الوطن، يعني الإحساس بأنك بلا وطن، وأن كل ذكرياتك في مكان ما، في بلد ما، مرتبطة بناس وحواري وأماكن وأكل وضحكة حلوة. يعني أنا بشوف أن محدش بيحس بالألم ده غير المغترب اللي بينظر للماضي بتاعه بمنتهى الحنين. لكن الحياة فعلا في السنوات الأخيرة، أكون صريحة معاك، مع كثرة اللاجئين العرب هنا في أمريكا وفي أوروبا أصبحت كيبوس، يعني ليست حبلا للنجاة ولا مركبا ولا في أفق للتحقق في ظل الكارثة الإنسانية دي. طيب يمكن أخيرا، عشان مش عايز أطول عليكي برضو، أنه مسألة انتقال، ومع حفظ اللقب، انتقال ميرال الطحاوي للتدريس كأستاذة للأدب يعني في أكتر من جامعة وفي أكتر من مدينة بأكتر من ولاية أحيانا بطبيعة الأحوال في أمريكا، ده بيخليكي بتشوفي كتير من الجاليات مصرية وعربية وغيرها كمان من مناطق كتير من العالم. هل القتامة دي بتلاحق أيضا جاليات غير عربية؟ طبعا الأفارقة واللاتينو، لا لا، يعني في مأساة إنسانية قائمة وبتتكرر وبتحصل يوميا، والواحد والله يعني أنا مش بقول ده مجاملة، ما بيحسش إن هو حر وسعيد إلا في بلده. سواء أنا لفيت ولايات كتيرة أو أنا بعمل بالعمل الجامعي يمكن من 15 سنة وتنقلت ما بين من اول نيويورك لحد كاليفورنيا، في كل مره كنت بذهب لولايه كنت بدور على احياء العرب، على ريحه الشيشه. ففعلا فكره الوطن فكره عظيمه جدا ومهمه، وبتحرك يعني مسار الواحد. طبعا الناس لو تسمعني كده بيفتكروا ان انا رومانسيه، بس دي الحقيقه، الحقيقه التي لا يكتشفها غير المغتربين. هو بالمناسبة ما ينفعش يبقى الروائي ما مش رومانسي، يعني ما فيش روائي مش رومانسي أصلا. نعم.
ما فيش روائي مش رومانسي اصلا يعني، فده شيء طبيعي يعني، يعني مساله طبيعيه جدا. على كل حال انا يعني اتمنى لك فعلا كل التوفيق، واحب جدا انه في اول زياره ليكي لمصر فاقرب زياره، أرجوكي لو سمحتي نورينا وشرفينا، بوكر مش بوكر نورينا وشرفينا في هذا البرنامج، هنسعد ونتشرف حقيقي يعني. أنا أتشرف بيك، الله يخليك وأنا من معجبيك، وشكرا الله يخليك. أشكرك جدا على الدعوة الكريمة. أشكرك، شكرا. تنورينا وتشرفينا، وكلنا بالمناسبة من قرائك. رمضان كريم يا رب، رمضان كريم والله أكرم علينا جميعا. كل الشكر للكاتبة والروائية الدكتورة ميرال الطحاوي.